أهلا بكم مجددا. صلت قرار الولايات المتحدة بإلغاء جانب من المساعدات العسكرية المقدمة لمصر الضوء على ملف حقوق الإنسان والأولوية التي منحتها إدارة بايدن لها لهذا الملف ضمن سياستها الخارجية. واعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن القاهرة حققت تقدما في هذا الشأن لكنه غير كاف حتى الآن، فما الشروط التي لم تفي بها مصر لتلقي المساعدات الأمريكية، ولماذا لا يزال ملف حقوق الإنسان حاضرا في العلاقات بين البلدين؟ في خطوة اعتبرها سياسيون غربيون ضغطا أمريكيا إضافيا على مصر لتعديل سياسات حقوق الإنسان لديها، أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر بسبب مخاوفها بشأن انتهاكات إنسانية. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أن مصر لم تفي بشروط تلقي التمويل العسكري الأجنبي والمعلق منذ سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أن الأموال ستحول إلى برامج أخرى. وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وافق في سبتمبر الماضي على الإفراج عن 300 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي لمصر، لكنه حجب 130 مليون أخرى ما لم تعالج القاهرة إجراءات تتعلق بحقوق الإنسان بحلول نهاية يناير الجاري. وقالت الخارجية الأمريكية أن الحكومة المصرية أحرزت تقدما بشأن الشروط ولكنها لم تلبيها جميعا حتى الآن، لذا يعتزم بلينكين إعادة برمجة 130 مليون دولار لأولويات تتعلق بالأمن القومي الأمريكي. ويعتبر ملف حقوق الإنسان أولوية لدى إدارة بايدن منذ دخوله البيت الأبيض، وشدد مرارا على دعم حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. يرى بعض السياسيين الأمريكيين أن تمسك إدارة بايدن بموقفها بإعادة برمجة أموال المساعدات لمصر يبعث برسالة تأكيد على التزام واشنطن بالعمل على دعم حقوق الإنسان حتى مع حلفائها. ورغم الفتور الظاهر في أجواء العلاقات الأمريكية المصرية، لكن واشنطن وافقت على بيع القاهرة طائرات نقل عسكرية بقيمة 2.5 مليار دولار ضمن إجراءات دعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة عبر تحسين أمن دولة حليفة من خارج الناتو وشريك استراتيجي مهم في الشرق الأوسط. وللمزيد من التعليق ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من لونج آيلاند بولاية نيويورك السفير الأمريكي الأسبق لدى القاهرة فرانك وايزنر، ومن القاهرة عبر خدمة سكايب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك سيد وايزنر، في أسبوع واحد قرار بصفقة عسكرية وقرار آخر بإلغاء هذه المساعدات، ما الذي يعنيه ذلك؟ Well, I think first of all, أولا أشكركم جزيل الشكر للسماح لي بالمشاركة في هذا البرنامج الذي يأتي في الوضع المناسب. برأيي فيما يتعلق بأجندة الولايات المتحدة الأمريكية حول حقوق الإنسان، لابد من أن نبدأ بالإشارة إلى العلاقة القوية بين أمريكا ومصر على مستويات مختلفة، طبعا بما فيه الاستقرار والأمن في المنطقة، وذلك منذ حوالي 50 عاما، ولا أعتقد أن ذلك سيتغير. حقوق الإنسان من دون شك هي جزء من هذه العلاقة، ولكن ليست الجزء الوحيد. وقرار الإدارة اتخذ بعد تفكير عميق، وعلينا أن نتذكر أيضا أن العلاقة العسكرية بين البلدين ما زالت قوية أيا كانت الأموال التي حجبت، مع اقتناء مصر لتجهيزات عسكرية مهمة. مصر وأمريكا لديهما حوار بناء حول حقوق الإنسان، ولديهم أيضا أهداف سياسية، وقد أنجزنا الكثير مع مصر، مع ما فعلته مصر هذه السنة لوضع حد لحال الطوارئ وإنشاء مجلس يعنى بحقوق الإنسان، وكذلك الاحتفال بذكرى
المحرقة وأخذ حقوق المرأة بعين الاعتبار. وهنا تقدمنا أيضا كثيرا فيما يتعلق بالتشويهات الجنسية للفتيات أيضا، وكذلك الإتجار بالبشر. فحتى على مستوى حقوق الإنسان وأجندة حقوق الإنسان نحن ناشطون مع مصر في هذا الإطار. ويجدر أن نتذكر كل هذه الوقائع من دون أن نركز فقط على خفض قيمة المساعدة، أي 130 مليون دولار. الهدف هو الاستمرار في العمل مع مصر للتوصل إلى إحقاق كل الأهداف التي اتفقنا عليها. سنرى في المستقبل تطورات تؤكد ثبات وقوة العلاقة. ننتقل إلى السفيرة مشيرة خطاب. ما الذي يمنع مصر من اتخاذ خطوات كافية؟ لاستضافتي، وأشكركم لاستضافتي مع رجل عظيم مثل السفير فرانك ويزنر. والحقيقة إن إجابته على سؤال حضرتك تعفيني من أمور كثيرة. أنا يعني أتفق مع كل كلمة قالها. طبعا لن أعلق على قرار الإدارة الأمريكية، ولكن إجابة السفير ويزنر بتورينا كيف تنظر الإدارة الأمريكية لمصر، وكيف ترى علاقتها بمصر والدور المصري في منطقة الشرق الأوسط، وكيف ترى العلاقة بين الأمن المصري والأمن الأمريكي. أيضا السفير ويزنر تحدث عن خطوات مهمة جدا أخذتها مصر في مجال حقوق الإنسان، إطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان. مصر طواعية، الحكومة المصرية طواعية قررت رفع سقف الحريات وأطلقت استراتيجية تعلم أنها ستقوم بتنفيذها، وأنها ستقدم تقارير طوعية عن تنفيذ هذه الاستراتيجية. كما أشار السفير ويزنر، أنشأنا مجلس جديد لحقوق الإنسان لأول مرة يتم ترشيحه من جانب الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع. لماذا لم يتغير الموقف إذن رغم هذه التغيرات التي حدثت في الملف؟ كيف لم يتغير؟ وأنا بدي لحضرتك خطوات كبيرة تم اتخاذها كمجلس حقوق إنسان. 44% من تمثيله نساء. أنا أول امرأة ترأس هذا المجلس. المجلس بدأ بوضع خطة عمل لتنفيذ هذه الاستراتيجية. الرئيس أعلن عدم مد حالة الطوارئ. كل هذه أمور تنم عن رغبة حقيقية في التحرك إلى الأمام. لكن رغم إقرار هذه الاستراتيجية، رغم إقرار هذه الاستراتيجية، كانت هناك بعض الانتقادات من منظمات حقوقية، منها منظمات حقوقية مصرية، إلى أنها لم تسلط الضوء على مسؤولية الحكومة. هي فقط تتحدث عن عالمية حقوق الإنسان وغيرها، وحين يأتي سؤال التطبيق تشير إلى أن لكل دولة ظروف خاصة. لا حضرتك، أي متخصص في حقوق الإنسان يعلم أن المسؤولية الرئيسية عن إنفاذ حقوق الإنسان تقع على الدولة، على الحكومة. وعندما تعلن الحكومة استراتيجية معناها أن هناك إرادة، أن مصر على مفترق طرق، استراتيجية جديدة، مجلس حقوق إنسان جديد. وحضرتك لازم نرى ونحن نتحدث عن حقوق الإنسان ننظر بموضوعية للخطوات الإيجابية كما ننظر للتحديات. نعترف بأن هناك تحديات، وإلا لما أصدرنا هذه التوصيات. في منتصف يناير الماضي تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي واقترح تقرير لجنة محايدة تنظر في أعداد المسجونين وحالات الاختفاء القسري، وتقارن ما بين ما تقوله المنظمات الحقوقية وبين ما يحدث على أرض الواقع. لماذا لم يتبنى المجلس القومي لحقوق الإنسان مبادرة كهذه؟ حضرتك بترد نيابة عني. هذه الخطوات اتخذها الرئيس المصري، اتخذتها الدولة المصرية طواعية. يعني هي كان ممكن جدا ان احنا نتجاهل هذا الموضوع، ولكن هذا الاقتراح يعبر اننا ندرك ان هناك تحديات. هل بدأ تنفيذ هذا الاقتراح؟ في التصدي ليها. وان حضرتك كي تقيم اي موقف يجب ان ترى الايجابيات كما ترى التحديات، والا حضرتك بتصادر على المطلوب. هل بدأ تنفيذ هذا الاقتراح؟
حضرتك احنا ماشيين في كل هذه القنوات، ماشيين في كل هذه القنوات، وحضرتك تعلم ان هذه الامور بتاخد وقت ولازم تعطي وقت. يناير واحنا في يناير، يعني لسه الشهر ما خلصش، العمل يسير. احنا في مجلس واجتمعنا بعد نشر قرار التشكيل بخمس ايام، والمجلس في حاله انعقاد دائم حتى الان. المجلس في حاله انعقاد دائم. هناك نشاط غير عادي في مجال حقوق الانسان، وما تنساش حضرتك ان هناك انجازات بالفعل حصلت على الارض في مجال حقوق الانسان. 50% من سكان مصر حصلوا على حقوق غير مسبوقه. نعم. حقوق المرأة. سأعود إليك مرة أخرى. سأنقل هذه النقطة لسيد وزنر. لماذا لا تصل هذه الإيجابيات إلى الجانب الأمريكي؟ إضافة إلى ما قالته السيدة خطاب، هناك أيضا ما أنجز في مشروع حياة كريمة وغيرها من المبادرات الشبابية التي تبنتها رئاسة الجمهورية في مصر. لماذا لا تأخذ الإدارة الأمريكية هذا بعين الاعتبار؟ في الواقع أنا مقتنع أن الإدارة تأخذ هذه الخطوات بعين الاعتبار، كل الخطوات التي تمت الإشارة إليها، وما تقوله الرئيسة الموقرة هو أن مصر ما زالت تعمل على مواجهة بعض الشؤون أو المشاكل العالقة. مجددا، حقوق الإنسان لا تمثل كامل العلاقة، بل جزء مهم من هذه العلاقة، لأن أجندة حقوق الإنسان جزء مهم من سياسة أمريكا الخارجية. وكذلك حقوق الإنسان مسألة أساسية بالنسبة للشعب الأمريكي، وكذلك للكونغرس، وهو مصدر الدعم لمصر والتمويل الذي يقدم لمصر. هذا يعني أنه لابد من التوصل إلى توازن بين الالتزام والموقف العام وموقف الكونغرس والتطورات الحاصلة على الأرض. وأنا مقتنع أن هناك تطورات جديدة سنشهدها في مصر كما أشارت السيدة الرئيسة، وأتمنى وأتوقع أن يكون هناك المزيد من الإنجازات في حقوق الإنسان، وأن يكون لكل ذلك تأثير إيجابي على العلاقة. أعود إليك مرة أخرى سيدة مشيرة الخطاب. رغم ما أشرت إليه من إيجابيات، لكن هناك بعض الإشارات لسلبيات، مثل قرار توقف الشبكة العربية لحقوق الإنسان عن العمل بعد شكوى مؤسسها من تضييق. هناك شكاوى تحدث عنها المفرج عنه قريبا رامي شعث عن حالة السجون وغيرها من الانتقادات. ما الذي يمنع من إصلاح هذه الأمور أيضا؟ حضرتك نفس هذه الأمور، يعني ما أشير إليه بشأن السجون، أدعو حضرتك للتعرف على الإنشاءات الحديثة لمراكز الإصلاح والتأهيل في وادي النطرون وفي مدينة بدر. هناك إنجازات كبيرة جدا على الأرض، وحضرتك كي تتابع أي موقف بموضوعية يجب أن ترى الإيجابيات وترى السلبيات. نعترف بالواقع ونعمل بكل جد واجتهاد للتحرك إلى الأمام. طموحنا كبير، لكن وضعنا اليوم أفضل. حضرتك ارجع بذاكرتك 2011-2012 وشوف كيف كان وضع المرأة، كيف كان الأمن في مصر، وحضرتك انظر لدور مصر والأمن المصري وتأثيره على الأمن في منطقة الشرق الأوسط وتأثيره على الأمن الأمريكي. مصر الأمينة المستقرة هي صمام أمان للمنطقة وصمام أمان للولايات المتحدة. سيدة خطاب، لديكم خط ساخن للشكاوى وحتى تستقبلون شكاوى على خدمة واتساب أعلنتموها منذ فترة طويلة. ما الذي تقوله الشكاوى التي تصل إليكم خلال هذه الفترة؟ الشكاوى وسيلة جيدة لقياس نبض الشارع، والشكاوى تتناول قضايا متعددة، ما بين شكاوى أسرية، شكاوى طلب وظائف، ما بين شكاوى سياسية، شكاوى متنوعة، وكلها تحال للجهات المختصة
ويتم التحقيق فيها والاستجابة لبعضها، وبالطبع عدم الاستجابة للبعض الآخر. حضرتك ممكن يعني بندعوك تيجي زيارة وتشوف الشكاوى والطرق اللي بتسير فيها الشكاوى، وإحنا كمجلس لحقوق الإنسان لأن إحنا شايفين في إرادة سياسية مصر على مفترق طرق. كل ما تم كان ممكن أنه نعم. ما يتمش. لنستمع إلى تعليق أخير من السفير فرانك ويزنر، كيف سيؤثر هذا على علاقات البلدين في المستقبل القريب؟ أعتقد أن كل من مصر وأمريكا تواجهان تحديات كثيرة في الشرق الأوسط. هناك تحدي المحافظة على السلام بين إسرائيل ومصر ونشر هذا السلام إلى كل دول المنطقة، وهناك تحديات مثلا على الجبهة الليبية واستمرار الحرب الأهلية في اليمن وفي سوريا، والأزمة في العراق. هناك الكثير من المشاكل في المنطقة، ومن بين الدول المستقرة طبعا مصر، وبالنظر إلى حجمها وتاريخها ونشاطها الدبلوماسي، مصر تعتبر لاعبا أساسيا في المنطقة. أمريكا تريد استقرارا في الشرق الأوسط، ومصر هي جزء أساسي لنتمكن من التوصل إلى هذا الاستقرار. أنا متفائل حيال العلاقة بين الدولتين، ولكنها علاقة واسعة تأخذ بعين الاعتبار من دون شك حقوق الإنسان، إلى جانب المسائل الاقتصادية والمسائل الأخرى. على جبهة حقوق الإنسان الطريق مشجع في مصر، كما قالت السيدة الرئيسة، هذا ما نتمناه، ونتمنى لها وللجنة كل خير وكل نجاح، وكذلك لمصر في إحقاق هذه الأهداف المهمة أيضا لها ولمستقبلها. سفير الأمريكي الأسبق لدى القاهرة فرانك ويزنر، ومن القاهرة عبر خدمة سكايب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، شكرا جزيلا لكما.